في قبره بما لا طاقة له به والحق بنبينا عليه السلام. اللهم إن صاحبنا قد نزل بك وخلف الدنيا وراء أظهره وافتقر إلى ما عندك. اللهم ثبت عند المسألة منطقه ولا تبتليه في قبره بما لا طاقة له به. حسين وهو حسين ولقد زين السماء الدنيا لمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. اذا القوا فيها طلعوا لها شهيدا وهي تفور تكاد تبيض من الغيظ كلما ألقي فيها حزن سالهم خزنتها ألم يأتكم نذير. قلنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتموه إلا في ضلال كبير. وقالوا لكنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير فقربوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كريم. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. أيها الأحبة الكرام، يقول الله تعالى في محكم كتابه: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. اللهم زحزحنا عن النار وأدخلنا الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. أحبة الكرام، في هذا اليوم يوارى الثراء صديقنا وحبيبنا السي عبد القادر الهراد، الرجل الطيب المشهود له بالأخلاق الحسنة والمعاملة الطيبة رحمة الله. وكلنا كذلك سنغادر هذه الدنيا عند انتهاء أرزاقنا وعندما نستوفي آجالنا. أحبتنا الكرام، لمثل هذه اللحظة يجب علينا جميعا ونحن في شهر شعبان الشهر الذي تعرض فيه الأعمال على الله عز وجل أن نجد ونجتهد ونقدم لأنفسنا مصداقا لقول الله عز وجل: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. أحبتنا الكرام، حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: إنما القبر روض من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. اللهم اجعل قبر أخينا عبد القادر الهراد روضا من رياض الجنة يا أرحم الراحمين. أيها الأحبة الكرام، في شهر شعبان تعرض الأعمال على الله عز وجل. وسعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: يا رسول الله، شعبان، لأن الرسول الحبيب كان يصوم كثيرا في هذا الشهر المبارك. أجابه المصطفى قال له: في شهر شعبان تعرض أعمال السنة على الله عز وجل، وأنا أحب أن يعرض عملي على الله وأنا صائم. صلى الله وسلم على الحبيب المصطفى الذي علمنا كل شيء. أحبتنا الكرام، في شهر شعبان كذلك يغفر الله للناس جميعا ما عدا جوج الناس أو ثلاثة لا يغفر لهم: المشرك بالله، يعني المتخاصمون الذين نزغ الشيطان بينهم، والقاطع للأرحام. علينا جميعا ونحن في هذا المحفل في هذه الساعة المباركة أن نتصالح، أن نمد أيدينا لبعضنا البعض، وأن لا نعطي الفرصة لإبليس
كي ينزع بيننا، لأن إبليس أقسم وقال له وبعزتك لأغوينهم أجمعين. فخصنا ما نعطيهوش الفرصة لأنه يعمل ما فيه شيء، إنه لا يقيل الشيطان. الحبيب مصطفى قال لنا قيلوا، يعني ديروا لاسيست، فإن الشياطين الشيطان لا يقيل. علاش؟ ما عندوش الوقت ما يضيع، يشتغل دائما كل لحظة كي يغوي أكثر عدد باش يدينا مع الجنة. أحبتي الكرام، قال الحبيب مصطفى: من صنع لكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا بما تكافئونه به فادعوا له حتى تعلموا أنكم كافأتموه. الأخ ديالنا السي عبد القادر الهراد أسدى لي هذا البلد، يعني واحد العمل جليل. كان السيد متواضع درويش مسكين، كان بواحد المعنى كان تيمشي مع الحيط الحيط، وبالتالي أنه أسدى خدمة جليلة وعلينا أن ندعو له. وقال الحبيب مصطفى كذلك: عندما يموت ابن آدم ينقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، فعلينا أن نكثر من الصدقة الجارية، وعلم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وقال أحد الحكماء، قال: الإنسان أو الرجال لا يموتون بمواراتهم الثرى، ولكنهم يموتون بنسيانهم. ونحن وإياكم حاشا وكلا أن ننسى من الدعاء صديق ديالنا سي عبد القادر الهراد. وكي لا أطيل أترك الختم للفقهاء الأجلاء جزاهم الله خيرا. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. والحمد لله أخانا عبد القادر الهراد كان الحمد لله مؤمنا مسلما موحدا، كان يشهد أن لا إله إلا الله وسمعه الله، ومعروفا بأخلاقه وبصفاته وبمعاملته الطيبة الحسنة الجيدة. فندعو الله سبحانه وتعالى، والله أكرم الأكرمين، الله لا يخيب عبده. ونحن في هذا الشهر الكريم من شهر شعبان، وكما قال أستاذنا ترفع الأعمال إلى الله، ونسأل الله أن يتقبل منا دعاءنا الخالص لأخينا سيدنا عبد رحمتك الواسعة. اللهم إنا وقد غادرنا إلى دار البقاء، هم السابقون هم اللاحقون. اللهم يا رب آنس غربته، اللهم آنس غربته، اللهم آنس وحشته. اللهم يا رب اجعل عن يمينه نورا وعن شماله نورا، ولقي نظرة سرورا. اللهم افسح في قبره مد بصره. اللهم يا أرحم الراحمين اجعل قبره يكون روضة من رياض الجنة ومزارا للملائكة. اللهم أبدل أخانا دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وجيرانا خيرا من جيرانه. اللهم اجعله في جنات النعيم، اجعله اللهم في جنات الفردوس، اجعله اللهم في جنات النعيم في أعلى عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وأسأل إليك رفيقا، اللهم يمن كتابه ويسر حسابه وتقل الميزان بالحسنات. اللهم شفع فيه الصلاة والقيام والصيام اللهم شفع فيه الصيام والقيام والقرآن برحمتك أرحم الراحمين يا رب العالمين. وأدخل اللهم على هذا الروضة وسكان هذه المدينة بالرحمة والمغفرة والرضوان. اللهم لقيه نظرة وسرورا، واجعله يا أرحم الراحمين في جنات ونهر، في مقعد الصدق عند ملك المقتدر. واجعله من الذين اتقوا والذين أحسنوا الحسنى وزيادة، واجعله من الذين لا خوف عليهم ولا يحزنون برحمتك أرحم الراحمين يا رب العالمين. نسأل الله تعالى العائلة ديالو والأهل ديالو وليداتك من الصبر والسلوان. اللهم بشرهم بما بشرت به الصابرين، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون. اللهم اجعل البركة في أبنائه وأحبابه وأصدقائه وإخوانه والعائلة كلها أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا، اللهم يا ربي الحضور الكرام الذين أتوا وساندوا وعزوا هذه الأسرة، اللهم ثبت لهم الأجر. اللهم ثبت لهم الأجر. اللهم اكتب لهم القراطين. اللهم شيعوا جنازة أخيهم سيد عبد القادر، اللهم اكتب لهم القراطين. اللهم اغفر لنا وله ولا تحرمنا أجره. اللهم لا تدع لنا في هذا المجمع المبارك الطيب ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا صاحب حاجة إلا قضيتها. أمين. يا أرحم الراحمين. أمين. نسأل الله الكريم أن يبلغنا شهر رمضان. أمين. يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. أمين. اللهم انصر السلطان. أمين. هدني الأوطان. أمين. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، فإنك أنت الأعز الأكرم وأنت أهل التقوى المغفرة. ونقرأ جميعا إن شاء الله الفاتحة على روح أخينا وصديقنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
الفضل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين غفر الله لنا وله أسخالي خلاص سي فوزي ادخل